رمضان كريم. محاضرتي معاكم النهاردة المحاضرة الخامسة عن المسؤولية الجنائية للمنتج. طبقا للمادة 93 على فقرة 3 من القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليو 82، إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الصادر في 29 يوليو 81 بواسطة وسيلة الاتصال السمع البصري، فإنه في حال تحريك الدعوى ضد مؤلف الرسالة غير المشروعة، إن منتج الخدمة يمكن أن يحاكم كفاءة الأصلي حتى ولو كانت الرسالة غير مسجلة بصفة مسبقة على توصيلها إلى الجمهور. فرئيس الجمعية الذي أخذ على مبادرة إنشاء خدمة تليماتية من أجل تبادل الآراء حول موضوعات محددة سلفاً، يمكن أن يحاكم بصفته منتجا لخدمة دون أن يكون له أن يدفع بعدم إمكانية مباشرة سمة رقابة على الرسائل المجرمة. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد سي آر مؤسس ورئيس جمعية اتحاد النهضة الفرنسية بادر بفتح خدمة تليماتية أطلق عليها اسم رينوفو 36/15 من أجل السماح للتيارات الفكرية اليمين المسيحي بتبادل الآراء الدينية والسياسية، ومن أجل تحقيق الهدف. وبعد أن أعلن عن افتتاح هذه الخدمة للاتصال، وقع السيد سي آر اتفاقية مع مركز خادم لوضع هذه الخدمة موضع التنفيذ، وذلك بوضع نظام يسمح بتوصيل الراغبين من خلال التليتيل بالمؤتمر المعني من أجل تسجيل آرائهم على الشاشة في وقت وجيز. ونظرا لأن محتوى الرسائل المقبولة والتي نشرت في يومي 22 و27 أبريل 94 على عنوان المؤتمر المعني كانت مرئية بالنسبة لمستخدمي المينيتيل، فإن السيد سي آر قد قدم للمحاكمة على أساس المادتين 23 و24 فقرة 1 و3 و6 من القانون الصادر في 29 يوليو 1982 بصفة منتجا في مفهوم المادة 93 فقرة 3 من قانون الاتصالات السمعية البصرية لسنة 82، حيث ثبت أن بعض هذه الرسائل كانت تشكل تحريضا على الجرائم ضد الإنسانية وعلى الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة، الحق في سلامة الجسم والتمييز العنصري. ولما طرحت الواقعة على محكمة جنح مستأنف مونبلييه، قضت ببراءة المتهم سي آر، وأسست حكمها على أن المنتج لا يسأل إلا إذا باشر رقابة أثناء عملية الإنتاج. وفي القضية الماثلة، فقد ثبت للمحكمة أن المتهم لم تكن له على الرسائل المسجلة على عنوان المؤتمر المعني أي سلطة رقابية، لا قبل ولا بعد توصيلها للجمهور، بحيث تسمح له بفحصها ومحو محتواها إذا كان غير مشروع. بمعنى أن المنتج لا يسأل بحسب محكمة مونبلييه إلا إذا كان قادرا على مباشرة رقابته على الرسائل المنشورة، والمتهم سي آر لم تكن لديه هذه القدرة لا قبل ولا بعد توصيلها للجمهور. إلا أن محكمة النقد الفرنسية نقضت هذا الحكم، وقضت بأن المتهم سي آر يجب أن يحاكم بصفته منتجا لأنه بادر بإنشاء خدمة للاتصال السمع البصري من أجل تبادل الآراء حول موضوعات محددة سلفا دون أن يكون له أن يدفع بأنه لم تكن لديه القدرة على مراقبة هذه الرسائل. وبحسب المحكمة، إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر في 29 يوليو 81 بواسطة الاتصال السمع البصري اللي هو التلفزيون، فإن منتج الخدمة يسأل في حالة عدم وجود مؤلف الرسالة غير المشروعة باعتباره فاعلا أصليا حتى ولو لم تكن الرسالة مسجلة بصفة مسبقة على توصيلها للجمهور. فبحسب المحكمة، يعتبر المتهم سي آر وقد بادر بإنشاء خدمة اتصال سمع بصري من أجل تبادل الآراء حول موضوعات محددة سلفا مسؤولا بصفته منتجا دون أن يكون له أن يدفع بأنه لم يباشر سمة رقابة على الرسائل المجرمة. وبالتالي تكون محكمة النقد الفرنسية قد تبنت موقفا مختلفا جذريا عن موقف قضاء الموضوع اللي هي محكمة مونبلييه.
وبذلك تكون محكمة النقض قد أقرت بإمكانية تطبيق قانون 29/82 بشأن الاتصالات السمعية البصرية على شبكة الإنترنت. فالمتهم اللي هو سي آر وقد بادر بافتتاح خدمة ووقع اتفاقية مع مركز خادم فإنه يكون منتجا، وبهذه الصفة عوقب المتهم سي آر في مفهوم المادة 93 فقرة 3 باعتباره فاعلا أصليا عن الجرائم المرتكبة. وإن كانت محكمة جنح مستأنف من بلي قد برأتهم لأنها لم تعتبر المتهم سي آر بمثابة منتج، حيث أنه لم تكن لديه القدرة على مباشرة أي رقابة أثناء عملية الإنتاج. أما حكم محكمة النقض في 8 ديسمبر 1998 فقد أكدت بأن المتهم سي آر وقد قام بخلق الخدمة المعنية فإنه تكون له صفة المنتج. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 93-3 تتطلب القيام بمسؤولية المنتج أن يكون هناك تسجيل مسبق للرسالة، فإنه لا يجوز للمتهم سي آر أن يدفع بغياب الرقابة. وعلى ذلك فإن المنتج يتحمل مسؤولية شبه أوتوماتيكية لا يمكن دفعها إلا بالقوة القاهرة، وهو ما لا يمكن تصوره في هذا المجال. وحتى نستطيع تقدير القيمة الحقيقية لمنطق حكم محكمة النقض، فإنه من المناسب أن ننقل هذا الحكم إلى مجال التلفزيون. فلنفترض في هذا المجال السمع البصري أن مناقشة دارت أمام كاميرا تلفزيونية وأن جرائم مماثلة قد ارتكبت. فإذا كان البث مسجلا بصفة مسبقة فهنا لا تثور أي صعوبة، حيث أنه يمكن ممارسة الرقابة. أما إذا تم البث مباشرة فإنه لا يمكن ممارسة سمات رقابة اللي هو في حالة البث مباشر أونلاين. وطبقا للفقرة الأولى من المادة 93-3 فإن مدير النشر أو مساعده لا تكون له واقعيا السيطرة على شبكة التلفزيون، ولا يمكن بالتالي إسناد أي تهمة إليهما بخصوص الرسالة المجرمة، لأن هذه الأخيرة لم تكن محلا لتسجيل سابق. وعلى العكس من ذلك، ولأن الفقرة الثانية من المادة 93-3 لا تشير في هذا الشرط اللي هو التسجيل المسبق، فإن منتج البث إذا طبقنا حكم محكمة النقض المشار إليه يسأل عن الأفعال المجرمة كفاعل الأصلي في حالة عدم وجود مدير النشر، وذلك رغم أن المنتج لم تكن لديه الإمكانيات المادية لمنع ارتكاب الجريمة لأن البث كان مباشرا أونلاين. وعلى ذلك فإن نقل حكم محكمة النقض إلى مجال التلفزيون يوضح لنا مدى التناقض الذي شاب نص المادة 93-3 التي ميزت بغير مبرر بين مدير النشر أو مساعده من ناحية وبين المنتج من ناحية أخرى، حيث أعفت هذا المدير من المسؤولية عن الرسائل غير المشروعة في حالة البث المباشر، وذلك لعدم قدرته على مباشرة الرقابة عليها، في حين أن المنتج يسأل عن بث الرسالة غير المشروعة ولو كان البث مباشرا. وهذا النقد يكون واضحا إذا علمنا أن المادة 93-3 تعتبر جزءا من قانون 1982 بشأن الاتصالات السمعية البصرية، بمعنى أن المشرع قد أقر نظام المسؤولية بالتعاقب في مجال التلفزيون. وعن تقدير أوتوماتيكية مسؤولية المنتج، إن الوضع الذي أقرته محكمة النقض الفرنسية في حكمها السابق اللي أشارت إليه فيما انتهت إليه من مساءلة المنتج عن الرسالة المبرمة رغم أن النشر كان مباشرا، بما يستدعيه ذلك من عدم تمكن المنتج من مباشرة أي عليه، وهذا أمر منتقد. وفي الواقع أنه إذا كان هناك منتج فإنه يجب أن يكون هناك مدير للنشر بمفهوم الفقرة الأولى من المادة 93-3. ويرى البعض أن المتهم اللي هو سي آر هو مدير النشر لأنه هو الذي بادر بفتح الخدمة التي أطلق عليها اسم رينوفو 36-15 ووقع اتفاق مع مركز الخادم، كما أن التفسير الحرفي للمادة 93-3 موضع نقد، وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول أن هذا التفسير يحد من نطاق الشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 93-3 ويفرغه من مضمونه ويجعله فكرة وهمية، لأن القاضي يمكنه أن يتخلص من هذا الشرط بمهارة عن طريق تغيير صفة صاحب المصلحة المعني، لأن ضررات عقوبة الجرائم المقززة التي تتاكد بواسطة الإنترنت قد تفرض عليه ذلك. السبب الثاني أن الفقه مجمع على أن قرائن المسؤولية المنصوص عليها في قانوني 1881 و 1882 هي مقابل واجبات الرقابة والإشراف التي تقع على عاتق من نسب إليهم الاتهام فيما عدا الفاعلين بالتأكيد. السبب الثالث أنه من الظلم أن تكون مسؤولية مدير النشر أقل وطأة أو أخف من مسؤولية المنتج، حيث أن القرينة على مسؤولية الأول بسيطة يمكن إثبات عكسها، في حين أن القرينة على مسؤولية الثاني لا يمكن دحضها، أي هي تعتبر مسؤولية أوتوماتيكية. ولذلك يرى البعض أنه يجب الأخذ بروح النص ونعطيه مدلولا منطقيا، خاصة وأنه من المسموح به في القانون الجنائي أن نتوسع في تفسير النصوص الأصلح للمتهم. يضاف إلى ذلك أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن كانت قد أقرت قرائن المسؤولية باعتبار أنها لا تتعارض مع قرينة البراءة، طالما أنها كانت قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها بهذا الطريق أو ذاك، فهذا يعني أن قرينة المسؤولية التي تقع على عاتق مدير النشر والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 93-3 تتفق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية، لأنه إذا ثبت أن هذا المدير لم يستطع مباشرة واجبه في الرقابة والإشراف على الرسائل غير المشروعة، فإن قرينة المسؤولية تستبعد ويقضي ببراءته. وعلى العكس من ذلك، فإن المسؤولية التي تقع على عاتق المنتج تخالف أحكام الاتفاقية الأوروبية، لأنه لا يجوز له أن يتخلص من المسؤولية بإثبات أنه لم يكن بمقدوره مباشرة القبض على الرسالة المجرمة، على أساس أن النشر كان مباشرا على الهواء، فقرينة المسؤولية التي تقع على عاتقه لا يمكن دحضها، وبالتالي تقوم مسؤوليته بشكل أوتوماتيكي. وبالتالي فإن هذه الحجة تكفي للعدول عن التفسير الذي أعطته محكمة النقض الفرنسية في حكمها المشار إليه للفقرة الثانية من المادة 93-3. ويفهم كذلك من حكم النقض محكمة النقض الفرنسية المشار إليه أن القانون الساري لا يتوافق تماما مع التطور التقني، وحتى لو كان تطور شبكات الاتصالات الإلكترونية لا يقتضي بالضرورة وضع تشريع خاص بها، إلا أنه يجب مع ذلك تعديل النصوص القائمة بما يتواءم مع هذا التقدم التكنولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن وظيفة مدير النشر والمنتج المنصوص عليها في المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 82 لا تتطابق مع المصطلحات التي ظهرت في هذا المجال الجديد للاتصالات. فبالنسبة للإنترنت مثلا، نتحدث عن متعهد الإيواء ومتعهد الوصول ومورد الخدمة، مع تمييز متعهد المحتوى، مع التوضيح بأن البعض يمكنه أن يجمع بين عدة وظائف من تلك التي ذكرناها. ويترتب على ذلك أنه إذا كان لزاما على المشرع أن يسن قانون 1982 بشأن الاتصالات السمعية البصرية ويضمنه المادة 93-3، لأن نص المادة 42 من قانون 1881 بشأن الصحافة لم يكن متوافقا مع هذه التقنية الجديدة اللي هي الاتصالات السمعية البصرية، فإنه من المستحب أن يتدخل المشرع ويضع نصا جديدا يتلائم مع التقنيات الجديدة للاتصال الجماعي المشترك والمشترك إلى الإنترنت، وذلك أفضل من تحريف أو لوي النصوص السارية. وشكرا لكم.